اليوم موضوعنا بنيتشر عن الشاي وانواع الشاي. صباح الخير مارك. هاي ستيف. الحمد لله على السلامه. ثانك يو. خلينا نحكي بشو رح نبدا. انا ما اي نوع من الشاي يعني مش بدنا نحكي بس انواع، بدنا نحكي شوي كمان الفرق اكيد بين شاي ابيض اصفر احمر وهوري، بس اهم شيء كمان نجرب نوصل فكره كيف نشرب الشاي. يعني الشاي هو اكثر مشروب بينشرب بالعالم بعد المي، ولما بواحد بده يشرب شاي هي كثير بقرنوها بالنبيد وبالسيجار. يعني اذا واحد بده يشرب نبيد او لازم يشرب يعرف على الاصول شو عم يشرب هيك او ما يشرب، وزيت الشيء يعني هذا الشاي هو في كثير رولز يعني بقلبه، وما فينا نحكي انه يلا انا بدي اشرب شاي لانه عن جد الاساس كثير مختلفه وبدها حدا بدنا نقرا كثير عنه هيك. فانا كنت بالصين شفت كم خبريه عن الشاي، جبت معي هيدي فرجيكيها بالاول، هلا اذا بدك نفتحها ونفرجيها كمان المشاهدين. في كثير طرق كيف بيبيعوا الشاي بالصين، هيدي حبيتها انا. ببيعوه هيك ليك كيف مثل اذا بدك، لانه مارك كسر اصبعه. يلا هون مبينه هيدي مثلا سيرك كله شاي، هون عم نشوفه هيدا شاي اسود، هن بصيروا يفرفتوه وبحطوا بقلب يعني الركوه وبصيروا يشربوا منه يعني كمان. فهيدي الطريقه بكدش هاي مثل الدونات. لذلك ليه هن بيعملوا هيك؟ لانه من زمان كانوا لما بدهم ينقلوا الشاي من منطقه لمنطقه، الصين بلد كثير كبير وكان بيقدر ينتزع الشاي على لما ياخذوا وقت الفوياج فيه يروح ثلاث اشهر ما يوصلوا، عم نحكي كانوا يروحوا على الحمير وهيك. فهيدي كانت الطرق ليخلوا شوي الشاي يوضبوه. مش بس يوضبوه، كمان كانوا كمان يخمروه شوي وحمصوه تيصير يضاين، نسحبوا منه المي تيضاين اكثر على الفوياج. فهيدي خلون هيدي الطرق بقيوا يعني مع الوقت، وبعدين اكيد بعدهم لهلا رجعوا شوي هالتراديسيون. فهيدي الطريقه الواحد يكون عنده مثل اذا بدنا نقول شاي بطريقه صغيره بياخذوهم ترانسبورت هيك. هلا هون انا حطيتهم معي كمان ركوه بثلاث فنجان، هيدي كمان تراديسيون ماروكان يعني كيف بيشربوا تي ألمات. كمان كانت جبتها معي من سفره قبل، قلت كمان بنفرجيها للمشاهدين هيك. هلا بنفرجيها فوالا هون عم نشوفها. هلا شغله هيك مهضومه كيف بيشربوا كمان شاي مع نعناع وهيك. هلا بقول لك بعد شغله ستيفاني كمان عن الشاي. هلا اهم شيء بالشاي رح بلش انا بالصور من عندي لنفرج قصص كثير مهمه عن الشاي. اول شيء بدنا نعرفه انه نحن اوقات لما بنشتري مارك كوميرسيال من الشاي ما بنكون عم نشرب شاي مهم، وبتكون عن جد كثير يعني الورق منه منيح. هلا اذا بحطوا لنا صور بنفسر شو معناتها. هون عم نفرج شغله انه لما بيروحوا بيقطفوا ورقه الشاي، اذا قطفوا الورقه على العالي بسموها اف او بي او فلوري اورنج بيكوبي، عم تشوفوا قدامنا هيدي بتكون جراد كثير عالي من الشاي. كل ما ينزلوا بالورقه كل ما بتعرض كل ما الكاليتي بتخف من الشايات. يعني مثلا هيك فيها تكون ورق الشاي كبير وهيك، او لما بيقطفوا لنا من هول الشايات الرفيع اللي فوق بتكون اكثر كاليتي مهمة من الشاي. فلما بدنا نشتري لازم ننتبه انه الورقه كامله مثل ما هي، من الورقه الكبيره، وكل ما تكون بودره كل ما تكون كثير مفروطه مثل اوقات الساشير كوميرسيال بتكون شاي كثير لو كواليتي. يعني هون عم نشوف مثلا كمان صوره هيدي انه اذا كان بي بي او تحت او البي ام اف يعني هي فاننج يعني هي مثل بودره، هون كمان بينزل كثير الكاليتي تبع الشاي. فاول شغله بدنا نعرفها بيكونوا خالطين فيها غير اساس يمكن كمان اكيد. اول شيء لازم نعرفه انه الشاي هي نوع اي ورقه، خاصه لما كنا بحكي عن الشاي الاسود. يعني بالشاي الابيض والشاي الاصفر اجمالا بيكون كله ورق مهم، بينما بالشاي الاسود يلي هو اكثر شيء كمان بينشرب الورقه كثير مهم نعرفه، فلازم نقرا. والاخضر الاخضر كمان اذا كانت الورقه كامله، يعني واحد لما بيشتري الشاي لازم يطلع انه تكون ورقه كامله ليعرف اذا عم بيشتري شاي منيح. هلا في شغله ثانيه لما بنقرا مثل دارجلينج واسام ونيلجيري، هول الاسامي كلهم بفرجونا اياهم يعني مثلا او لابسان سوشونغ، هول كلهم ما بيعنوا كواليتي. يعني اذا واحد حط لنا انه دارجلينج نحن وقت بنفكر انه شيء هو الاسم، هو من اي منطقه من الصين طلع الصين قديش كبيره مثلا، او حتى من الهند لان دارجلينج هي بالهند اكيد. فهيدي كمان شغله لازم نعرفها، يعني هالاسامي كلها او لما يقولوا لنا مثلا ليك انا كثير هيدا بضحك لما بيقولوا سيلن تي سيمبل اوف كواليتي، هيدا فيها كثير لعب على الحكي لانه سيلن هي بالشاي هي الاسم المعتمد القديم لسريلانكا، فبس هون بيقولوا لنا انه هيدا جاي من سريلانكا كمان منا كواليتي للشاي. فهول كثير لازم اكيد ننتبه لهم. هيدي هي نبتة الشاي، كنا عم نقول قبل انه كل ما تكون ورقة عريضة بتكون صار لها كثير زمان على الشتلة، بيكون اجى عليها كثير شمس وتبخروا الموليكيول منيحة، فلازم اكيد نعرف نحن اي شاي عم ناخذ. زيت الشي هيدي كمان مستيك، لما بنقول مثلا ايرل جراي بنفكر نحن انه شاي مهم،
ايرل جراي هو اسم سير هو اكتشف انه الشاي لما نحن نحطه مع برغاموت بيعطي طعمه طيبه. فايرل جراي منا ماركه يعني على عكس ما مفكر، مع انه في ماركه كثير مهمه بتبيع الايرل جراي مشهوره. ايرل جراي كمان ما لازم نفكر انه نحكي عن ماركه. هلا شغله بعد تنعرفها، اللون تيفير تيجون هول ما لهم علاقه بهالالوان يعني اللي عم نشوفهم. اول شغله نعرفها انه الشاي الابيض يلي هو تقريبا مع الشاي الاصفر من اغلى انواع الشاي، هو زيتها النبته اللي فرجيتها من شوي، بس اخذوا الورقه تبعها ليكي كيف الورقه كامله وصغيره وبس جففوها على الشمس مش اكثر من هيك، يعني حطوها كيف نحن مثلا بننشف زعتر عندنا بالطبيعه أوكي. او بالديا سوري. فهيك هيدا هو الشاي الابيض. الشاي الاصفر شوي اكثر خمروا بس مش كثير، كمان الورق ما اشتغلوا ضل مثل ما هو. الشاي هون عم نشوفه كيف هو اكيد الشاي الاصفر. بعدين عندنا الشاي الاخضر يلي هون نحن حمصوه لهيدا الشاي اكثر على تمبراتور عاليه لانه بصير يداين اكثر، يعني كل ما نحن بنحمصه كل ما بيداين. مزبوط، هيدا لانه من زمان كانوا اكيد بدهم كمان يبعثوا الشاي على بلدان ثانيه وهيك. والشاي الاسود يلي هون يلي بيداين اوقات سنتين هو اللي كثير محمص الاكسده يلي بيفقد كثير من الكاليتي تبعه، يعني ببطل فيه وبصير اكثر غني بالكافيين. يعني مشان هيك كمان لازم نعرف هول الاساس. هل لما يكون في عليها اكسباير ديت وقطعنا الاكسبايري ديت على شهر شهرين ما بيأثر؟ بيأثر؟ لا ما بيأثر، هو دائما يعني هو الاساس. قد ايه ما بيأثر؟ اذا كنا نحن مسكرينه كثير منيح وما عم بفوت كثير اكسجين وما عم بفوت هواء خاصه، ما بيأثر فينا حتى نطلع فوق السنفيون، يعني ما لازم نعطي لهم الاشياء هون. بس المعقول يصير انه بتخف الكواليتي، يعني اذا بنقول شو في بقلبه سبستانس، بس مهم أوكي. مهم ما يكون في ميكروبز وبكتيريا وكل هالقصص، هول اللي لازم نتبعهم. هلا شغله دائما كمان بحب كثير نحكي عنها بكل حلقه عن الشاي، رح احط صوره ونفرجيها. في بلبنان بالضياع هيدي النبته بنسميها نحن شاي اخضر، هيدا بس نرجع نقول كل مره بقولها وبدهم يسالونا عنها، هيدا ما لنا شاي اخضر بالمره، بس الاسم العربي تبعها هو وهي ما لها علاقه بالشاي، هيدا سيترونيل. سيترونيل اوكي، يلي ما خاصه بالشاي. هلا منيحه وطعمتها طيبه بتفيد للصحه، بس ما بنقدر ناخذ هالنبته لنضعف، شغله كثير مهمه نعرفها، لانه الشاي الاخضر اللي بناخذه لنضعف هو هديك النبته اللي فرجيتها مخمره وصارت يعني مش هيدا، هيدي سيترونيل 100%، لو اسمها بالعربي شاي اخضر ما لها علاقه اكيد بالشاي الاخضر. هلا كمان لما نحن بناخذ نشرب شاي هون، هيدا بدها ما بنلحق اليوم نحكي عن كل موضوع لانه بدها حلقه لوحدها، بس لما نحن بنشرب شاي لازم ننتبه على هالصوره اللي قدامنا. الشاي هي قصه ورق مثل ما كنا عم نحكي، قصه كمان المي تكون منيحه، قصه قديش حراره المي، وقصه كمان قد ايه انا بخليها انفيوز. يعني رح فرجي فسر لنا، يعني رح نفسر، رح جرب فسر بهيدا الدجال تابلو المهم. هون دائما لما نحن بنروح على محل ببيع شاي بيقولوا لنا انه اذا كان شاي اسود الحراره بتكون 99 درجه من دقيقتين لثلاثه بنحط الانفيوزيون، اذا كان شاي ابيض بتكون حراره المي 65 درجه من دقيقه لاثنين، وهيدا التابلو دائما معتمد ومعروف. انا بحب اقوله انه هيدا الشيء اللي عم نحكيه هلا هو كرمال طعمه الشاي، يعني هول الدراسات معمولين تانت تشرب شاي اخضر وتحبيه، مش له علاقه بالصحه. اللي له علاقه بالصحه يعني لحد هلا كل الدراسات بتفرجي انه كل ما نحن منطول نحط هالساشيه بقلب الفنجان، كل ما بطول 5-10 دقائق وربع ساعة، كل ما بعطي أمل للموليكول يلي موجودين بهالساشي ينزلوا، بس المشكلة إنه بصير مر مبطل نتقبله ومبطل نحبه. فهول اللي عم نفرجيهم يعني كثير مهم أكيد نتقبله. في ناس بيحطوا ساشي وما بيشيلوا 100% الساشي، هيدا شيء كثير مهم، بيحلوا بالكباية وبيخلصوا الشاي 100% وبعد الساشي على شرط كمان إنه قد ما فينا نخلي إنه لما نحن نحطه مثلا إذا بتنتبه هون أو بكل ريتويال في فنجان بيكون مسكر الركوة وبعدين بصيروا يسكبوا، لأنه مهم إنه نخليها بالركوة كرمال، لأنه لما نكون نحن عم نشوف اوقات المي وعم تتبخر، هيدا البخار عم يطلع بيطلع فيه مواد كان مهم يبقوا جوا، فمهم نخلي لفتره طويله بس نغطي ونسكب، يعني هيدا الشغله كمان كثير مهم نعملها. وفي كثير من لما نشتري شاي ببيعونا معهم كمان تي تايمرز، يعني هلا كمان بنحط صورتها وبنشوفها، يلي هي لقد ايه نحن اذا كان هيدا الشاي الابيض او الاصفر الاخضر هون عم نشوف صوره كم دقيقه نحطه. بتبيع بالمحل التي تايمرز؟ لا هون ما في، لا ما في، ما في اكسسوار. فهول الاساس اللي كنا اكيد عم نحكي عنهم عن الشاي، يعني لازم ننتبه لهم انه الشاي هو ريتوال بكامله، يعني احنا بعد في قصص كثير رح نحكي عنهم نبقى بحلقات جايه. ننتبه دائما على اي ورقه عم نشتري، نقرا عن الورقه كمان شو هي اكيد، ننتبه كمان على كل الريتوال، يعني اوقات الفنجان بيلعب دوره، حراره المي، نوعيه المي ما فيها تكون مي كلسيه، يعني اللي بده يشرب شاي مزبوط وانه هلا كثير عم بياخذوه ليضعف ولا هيك لازم ينتبه شو اللي عم يشتريه والنوعيه تبعه. ثانك يو مارك.
نرجع منشوفك الخميس إن الله راد. مشاهدينا بريك وبتكونوا مع إتيكيت.